اليوم طالعين سايكلينج في جدة. يعني والله أنا بنفسي ماني عارف متى آخر مرة ركبت دراجة، بس تمسلي فن. الشمس لسه ما شرقت والجو مش بطال. يعني إيش هذي زنن؟ يعني وقفنا عشان انا نسيت اني صايم اليوم 9 في محرم، بس اشرب موية بعدين نكمل البلد. اول مرة ادخل الكورنيش على الدراجة، بعد اخش برجولي ولا بالسيارة، بس في الدراجة تكون شيء زهر. يعني استراحت وحاضر بصفان الدراجات. هنا في مكتبة، هنا في ترميم، هنا في جلسة كده بطاطس، بطاطس أكثر الشوارع عندهم تركي بطاطس شوية ترى من طرف البغلدية، ممكن من عند قريب من الدوار ممكن يكون. قال لك التانكي فاضي بيعبوا بنزين. والله من جد راحوا هناك. الله، كم تفللي انتي؟ خلاص 50 ريال فللتي ب50. خلاص يا اخر الجودة يا جماعة، اديني اهو بنزل الفيديو. يعني اللحظات هذه لحظات يعني صار لها علي مرة من زمان، من زمان ما حسيت شعور الداونلودينج واني بنزل حاجه. يعني ف بليز 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 اللي عنده اي ملاحظات، انا لاحظت انه الصوت جدا سيء، اني انا اتكلم على استحياء ما اعرف ليش، بس يمكن فتره وارجع عادي يعني، او اني عشان بصور من الجوال مش من الكاميرا، ما علي. المهم اي ملاحظات عندكم اكتبوا لي تحت في التعليقات. يوم عاشورة الحمد لله صايمين. عندي طعمية، بس طعمية على شكل صينية ما هي مقلية، وسلطة الطحينة اليوم سويتها بالثوم والبصل، قطعت عليها الرومي. في هنا لحم، ايش قلقل لحم مسلوق. بس قبل لا أدخل جنبه في قصر المعمول. في الأمان جربت المعمول تبعهم، معمول من غير فزلكة، معمول حقيقي يعني.
الغريبة حقتهم كانت بالنسبة لي أنا مرة تتفتفت فما خبيتها كثير، بس برضو لذيذة تستاهل جربوها. حب أقول لكم إنه لسه ما تغسلت السيارة وما ماني ندمان على كده، لأنه إلى يومكم هذا وهي بس تهتن أو تمطر. It's okay. يا أهلا وسهلا. لي كم يوم مش هي البتاع ده، هو ما أعرف إيش تسمى، كربت مقلي مشوي ما أدري. المهم هذه تتبيلتي أنا الخاصة، هي مو تتبيلة، تتبيلة أمي. فأعطيكم الطريقة مرة لذيذة. هذه طحينة، أوكي، بس هذه الطحينة من قعرة طحينة من تحت أظن، عشان كده لابدة شوي. سخنتها في الميكرويف، اوكي، ف حط عليها شنو، حط عليها ملح، ترى القرابيط ياكل ملح مره كثير. حط عليها زنجبيل، طبعا كله بالنظر ما في كتاب محدد. حط عليها بودره بصل، أحط ثوم كحول، وهذه السرة للنكهة كلها. لا لا شوف، أنا والله إحنا ماشي فين هذا. نقلبها زين نص، حط عليها زيت زيتون، نرمي عليها حبة بيضة، اوكي. هذا كده اني سلقته انا، احط الخليط عليه كله بلا استثناء. والله مرة طعمة، يعني طبخة الكسلانين بس لذيذة يمي. صدقاً صدقاً اليوم ماني في المود، بس بما انه خلاص اخر جلسة في الاسبوع دفيت نفسي دف، ما عندي خيار تاني. بس يلا ان شاء الله تعدي. مدري ايش فيني، حاسه كانه عندي موعد صرف وكده. مبسوطه اني خرجت من ذا السراب. اوه ماي جاد، هذه رطوبه نايس. انت الفكره
السلام عليكم، محدثتكم مخددة حاطة خدها على يدها. والله أنا كنت ناوي أتكلم معكم موضوع مرة مختلف، بس دوبو صار حوار بيني وبين صاحبتي خلاني كده، خلاني أستفرغ كلام مرة كتير، حسيت إنه مرة أثر فيها، فقلت بحكيكم إنه الواحد لازم يرحم نفسه. أنا دايما عندي حكاية إنه أنا أبغى أكون إنسانة لها هدف في الحياة، ودايما عندي نقطة إنه أنا ماني شايفة نفسي كفاية as a human being، يعني كإنسانة. بس أحيانا كده يجيني ريمايندر ولا حد يذكرني إنه والله يا فاطمة ترى أنت قاعدة تسوي شيء مرة حلو للناس، يعني بغض النظر عما يكون الشيء هذا. اليوم حصل لي الموقف هذا، إنه في واحدة جاتني قالت لي فاطمة مرة شكرا، الشيء اللي أنت بتعملي بيساعد ناس مرة كتير. الهرجة كانت إني أنا اليوم الرسمية اللي أول مرة أعطيت دورة تدريبية وكده، فصراحة ما كنت حاسة نفسي واثقة من نفسي 100%، بس أنجزت. وفي نهاية الدورة حسيت نفسي إنه والله أنا أعطيت حاجة مرة حلوة، يعني قبل لا أحد يوصل لي الكلام هذا، وبعد الكلام هذا كان يعني الشعور كان أعمق عندي إنه أنا والله اليوم أديت حاجة حلوة وسويت حاجة حلوة، وكان وكنت إنسانة عندي معنى يعني، ولا عندي هدف يعني بشهادة الناس اللي كانوا موجودين. عشان كده دايما أقول إنه ترى مرة جميل إنكم أنتوا تعطوا رأيكم أو شكركم للناس، مش عشان الناس هدول seeking validation ولا أنا قاعدة ماني عايشة إلا على كلامك، بس ترى أحيانا الواحد يعني الحياة تشغل وتشغل وتشغل لدرجة إنه تنسيه نفسه حرفيا حرفيا. أنا الفترة اللي فاتت يمكن صار لي من 4 شهور كده بمر في الظرف هذا، يعني يا الله ماخذ من طاقتي شيء مو طبيعي ومنسيني أنا مين والله، لدرجة أنا يومين اللي فاتت صار لي كده موقف قعدت أسأل نفسي يعني فاطمة أنت ما صارت لك الحاجة الفلانية هل عشان أنت إنسانة سيئة؟ بعدين قعدت أقول أعوذ بالله إيش هذا الكلام، يعني أنا إنسانة كويسة وأحب أساعد الناس وأحب الخير للناس، وربي شاهد وعالم يعني، من غير رياء ولا سمعة من غير مقابل وكده يعني. فأقول لكم أحيانا الإنسان يكون مرة مضغوط وبينفجر لدرجة هو ينسى نفسه مين وهو إيش قاعد يسوي في الحياة هذه. فأقول يا الله يا فاطمة أرحمي نفسك أرحمي نفسك أرحمي نفسك. وأتوقع الشيء هذا يصير عندنا كلنا بني أدمين، عشان إحنا فين يعني السوشيال ميديا مرة مؤثرة فينا من غير ما إحنا نحس، يعني احنا ندخل نتفرج على البروفايلات حقت الناس اللي احنا مسوين لهم فولو، ولا تطلعنا في الاكسبلور فور اكزامبل، ونلاقي الا تخرج ولا توظف ولا ترقى ولا تزوج ولا جاب عيال. انت تطالع نفسك يا ربي انت فين من دول الناس، في النهايه تلاقي نفسك انت ما تشبه دول الناس ولا سويت الاشياء اللي هم سووها، فتحس انه اوه انا كده عايش سبهلله في الحياه. طيب ايش الحل؟ الحل انه احنا نطالع للاشياء اللي ربنا أختار لنا هي واختار إنه يحطنا فيها. يعني أنا دائما أقول إنه أغلب الأهداف أو الأشياء أو الفوائد أو العوائد اللي تعود علينا إحنا من بداية السنة لنهاية السنة تختلف كتير عن الأشياء اللي إحنا كتبناها في قائمة الأهداف. مو شرط كلها تتحقق، ومو شرط إنها تصير بالطريقة اللي إحنا نبغاها ولا بالطريقة اللي احنا نتصورها. يعني احيانا ربي يحط قدامك مواقف ويحطك في مواقف ويخليك تنحرف تماما عن قائمة الاهداف حقت 2020 ولا 2030، بس المحصلة النهائية انك ترى انت مش انسان خواء، مش انسان بلا هدف ومش انسان بلا قيمة. يعني انا فور اكزامبل الموقف الاخير اللي حصل لي هذا او الظرف اللي انا بمر فيه حاليا، يعني يمكن أنا سايرة بسبب ضليعة في أشياء مرة كتير، يعني قريت بسببه 1000 صفحة، اتكلمت بسببه مع ناس كتير، تعرفت بسببه على ناس مرة كتير. هو صحيح مش الوقت اللي أنا
إلا أنا أطلعكم على الظرف هذا، بس يعني بما إنه بمر فيه وهو السبب اللي خلاني أحس بالشعور ده، إن شاء الله بإذن الله حكيكم، بس خليني أخلص على خير بإذن الله. سوي دعاء يا صديق. فمش دايما الطريق اللي أنت محطوط فيه هو الطريق اللي أنت اخترته، بس خلي عندك يقين إنه محصلتك مش صفر، وخلي عندك يقين إنه اللي أنت فيه أحسن من اللي أنت تمنيته لنفسك أو حطيته في قائمة أهدافك، واللي أنت تبغاه إن شاء الله بإذن الله توصل له، لكن في الوقت المناسب. أكتبوا لي آراءكم عن الموضوع، كيف تحسوا وضعكم، مأديين مش مأديين، مين فيكم يحس نفسه كده داون، يمكن الكلمات هذه يعني ترفع من معنوياته. بس ما بطول عليكم، I love you so much. طبخت شنو؟ بامية يامي. تحبوا البامية بالدجاج ولا باللحمة؟ أنا أحس باللحمة أطعم. بس إني هاو تسلم إيدك يا مولاي، عزيز والله. وبكده أشوفكم الأسبوع الجاي. I love you. Bye.